عمي بالنسبة احنا جماعة الاحتراب ودونا للمرور ودونا للزراعة ودونا للتقاعد ودونا كل شيء، لا قطعة أرض باسمي، لا قطعة سيارة باسمي، عرفت؟ كل الناس احنا جماعة الاحتراب. شو اجيت هسه دقيت الهوية مالتي لين يقول لا توجد مبالغ، مرفوض. زين وهاي الأوراق، وهاي الأوراق، قلنا بس الديوانيه. ليش ليش هالشكل؟ ليش يعني اكو بس اللي يحط يحلفك بكلام الله ويدزك للمرور ولزراعة الدولة والمعاملات وكلها وطلق لنا رعاية اجتماعية؟ زين ليش يسدها هسه؟ ليش يعني هاي شنو ذنبنا؟ هذا الموضوع انتم اليوم سادين الشارع؟ هذا اي موضوعنا هذا او اكثر ابن عمي بس من رخصتك يا ولد. الناس اللي ما عندها قاطعين رواتبها، هذا اللي جاي يمشي على رجلي واللي جاي يمشي على ايدي قاطعين راتبه، هو لا حول ولا قوه، هو ما عنده، هو ليش يجي للشبكه؟ هو ليش يدور هذول؟ بس اكو شريحه، انا واحد من عندهم، مو كل واحد يمثل 100 لو الف، يعني واحد من المعاقين. اول وحده كنت بالجيش اداوم قطعه وراتبه مال الجيش، تبوسني علي الله يعطونك راتب من الرعايه، بالتالي يجون يقطعون الراتب مالتك رغم ما انت معوق، واكثر المعوقين مقطوع رواتبهم. وبس الديوانيه 500 واحد، واحد يقول 6000 واحد، ليش بس الديوانيه؟ زين عندك مدير رعايه شي يقول لك؟ يقول لك روح للمكاتب حدث، تروح للمكاتب يطلع لك غير موجود، خوش في نتائج البحث. زين اذا انتم ما تحترمون اوامر قضائيه، انتم مو قعدتوا القاضي هنا، مو حلفتونا بكلام الله، مو قلتوا لنا احلفوا بكلام الله، زين مو القاضي اعطانا قرار بان هذا الكتاب يعتبر اسناد اليك، ليش انقطع الراتب؟ احنا واحدنا اللي ما عنده عدى 4 جهال وخمس جهال، من يتحمله 345 بس من رخصتك؟ 345,000 كل شهرين، تعرف شنو ذني 345,000؟ يعني نص القيمة مال الحذاء مال الوزير اللي يشتريها ب $650 مال باسم عبد الزمان. رحت المحكمة الاتحادية ببغداد، قال اعطوني كتب للزراعة وللتجارة وكل المحافظات الدوائر وما سووا النتيجة، رحت هذا قال قطع راتبك من شو اسمه الدائرة من ديواني. أقول له ليش قطع راتبك من ديواني؟ أقول لا هو من قطع راتبك من ديواني، السنة 95,000. وهاي تقارير، حفظت الديوانيه هذه، هاي تقاريري ها كله، هاي تقرير مال الصرع مالتي، وهاي تقرير جمله عصبيه عمليه وقاطعين راتبي، وهذا دفتر امراض المزمنه. هاي اريد انا اريد هذا راتبي اريد ارجعك شنو عمي؟ قالت عمان كلها يطلقون رواتبنا عمي، شنو ضالين احنا كشماق؟ سيارة قديمة، كفيك العباس قاعد بالتجاوز ويا اختي عمي، سيارة قديمة. ها شوف هاي التقرير طبي، سيارة قديمة. يقول لك سيارة، سيارة قديمة، سيارة يا الله. اي شيء حتى عنده سيارة، يعني شو جبنا سيارة؟ ليش ما دق؟عمي احنا هي مو قصة سيارة وقصة زتوتة، هاي مؤامرة على الشبكة. 6000 اللي هم مقطوعين بالديوانية، 6000 بس من محافظة الديوانية، يعني هذول هال6000 كلهم عندهم سيارات وعندهم زتوتات. يو 6000 من رخصتك؟ اعطينا مجال، اعطينا مجال عمي. زين انا واحد من الناس لابس من سيارة، لابس من زتوتة، كل شيء ما باسمي وقاطعين راتبي، يعتبر ذولا كلهم 6000 عندهم سيارات وعندهم زتوتات؟ بس يا عمي من رخصتك؟ بس هاي يا عمي على ذولا 6000 مؤامره من مدير الرعايه. يطلقون رواتبنا كلها 6000 اي مؤامره من مدير الرعايه، لا يقول من بغداد، تسمعني 6000 اعطينا مجال عمي، لا يقول من بغداد ولا يقول ما ادري شلون، مؤامره من عند مدير الرعايه الموجود عندنا بالمحافظه مال القادسيه. وخلوا شرد، واحنا الشعب يطلب مدير الرعايه بقطع الارزاق. ايه يطلقون رواتبنا عمي. ايه الى ما سواها، احنا نطلب الاستقاله من عنده، واكو كفاءه غيره بمحافظه الديوانيه، اكو كفاءه غيره يسيرون. شو اسمه كلها عامه، عامه و6000. هذا المدير احنا واقفين ترى، مدير الاعصاب هذا كان بالاعصاب،
6000 اسم بدلوهم سووا تبديل بالذول الاسماء اللي عندنا هسه واستقاله نريد من عده ما نريده هذا عمي خيط القول راتب الوادم شنو سياره شنو ستوته شنو اسمه وادم قاعد بالتجاوز وقاعد بالايجار وقاعد بالمن وادم تسعه تبلش كفيلك العباس كفيلك الحسين ما نروح من هذا المكان ونحرق هذا المكان المكان والرعايه والرعايه ننام بيه كفيلك العباس سلام عليك هاي العالم ثلاث ارباعها صحيح بساميها سيارات بس ما تمتلك السياره السيارات ما تمتلك كلها بايعتها اللي مشتري لها عرصه وقاعد بالتجاوز اللي ماخذ له زراعه وقاعد بيها بس خلنا خدمه ناس فقره بس انا اقول لك ما تدور السياره تطلعوا لنا شغله الغاز السياره ما تدور الا بمليون يا تروح لتقول له عمي انا بس مراتب داور للسياره يقول لك عمي منين اجيب مليون انا ما اقدر ادورها والله بسامينا سيارات انا واحد من العالم كفيلك العباس سياره قبل سنه بايعها ومشتري لي وصله مال زراعه قاعد بيها وهسه قبل ورا سنة جايني يقول لي انت مقطوع راتبك عندك سيارة كفيلك العباس لا ارباع العالم ما تمتلك السيارات زين خلي يوصله اسمنا يقول له عمي احنا ترى ما عندنا سيارات مجرد بس حبر على ورق ما جاي نمتلكه زين وهذا المدير الله شاهد ما جاي يسوي لنا حل هو راض بهاي الشغلة ومنعته ما هاي الشغلة زين خويا فساد منا الديوانية يعني كربلاء رجعوا رواتبه باقي المحافظات ما صاير بيها 5000 وكسر بس الديوانية يعني ليش؟ ايش معنى عن باقي المحافظات؟ زين اكو ناس خطية ذولا ذوي الاعاقة يعني بس مستلم رقم زين رقم مستلمه وبايعه وهم قاطعين راتبه والعدة ستوته يعني العدة ستوته شو تسوي له بالعم؟ هو اذا حق الرقم ليش قاطع راتبه؟ زين رقم ياخذه يعني يبيع على العالم على مود يحصل له 5 ورقات 6 ورقات انت تقطع راتبه انا يعني هاي العالم كلها عندها 6 جهال و7 جهال و8 جهال يعني ما يباعون الجهال يباعون بس للرقم شو مليك زين انا 6 جهال عندي انا اللي احكي وياك 6 جهال 4 مدارس كفيلك العباس زين يعني هذا يقطع راتبه على مود قبل سنه عندي سياره 4 مدارس زين 4 مدارس الله وكيلك اولا طلق رواتب الجميع زين شنو سبب عطل رواتب العاطلين عن العمل بعد شغله واحده سووها عبالهم ما نفتهمها سووا منحه للعاطلين عن العمل ما انطوها من جوبهم قطعوا رواتب خلينا نعطيكم فكره قطعوا رواتب مال ذولا اللي انطوهم رواتب مال الشبكه الرعايه وانطوها منحه ذولا يعني سدها وحده بوحده شلون الفلاح يفتح له عبره تسد له عبره كذلك زين شنو سياره شنو دراجه يعني تعيش لعائله الحسين عليك دراجه تعيش لعائله سياره قديمه سياره اوبل عطاره 89 سياره يعني شنو راح سايبه هسه انا اجرته ب 2000 دينار يقول لي والعباس يا عمي من الصبح لحد الان من الخمسه قاعد ها مستفتح له هاي 2000 دينار يعني انت عاقلين هاي كلكم واقفين سياره تعيش لعائله من ما يدري البرمان ما يدري ياهل ما يدري هو البارحه والله هاي يقول البارحه يضحك البارحه يقول والله الثلاثه ان شاء الله لا هو الامام علي لا الثلاثه ولا السبوع كله هذا زين وها هي شكرا لك بس احنا صاحبين العوائل انا احكي عن اخوتي وابائي وعن جميع اخواني ها قطعه رواتبها بسبب ان يقولون عندهم ستوتات وعندهم سيارات واغلب عندها ناس ما عندها كل شيء ما عندها والسيارات مبيوعه السيارات مبيوعه ها يقولون اكو شيء بدمتكم عمي احنا صعبين دخلنا نعطي السياره والستوته المسؤول وخلي يطلع يشتغل بها يحصل له يوميا 10000 والله ما يحصل احنا ام كان ما سكت الشعب تقببون الشعب ام كان ما سكتون الشعب ليش تقببون المحافظات كلها تقطر بس محافظه الديوانيه قطعوا رواتبها ناس صعبين عوائل ناس صعبين قاعده بالاجارات ناس صعبه ناس مظلومه ناس 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 هاي يروح يقول له ما طالع مرفوضه يروح للمكتب يقول له مرفوضه شنو ذنبه من يوقف له ابو الاجار شنو ذنبه من يوقف ابو المكتب باب بيته يقول له اعطيني السلفه اللي اخذتها من عندي وين تروح العالم سياره ما لها شيء وين كانوا عليه زين من طلع صار 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 من استلمت العالم بطاقه ذكيه من استلمت العالم بطاقه ذكيه ابن عمي من استلمت العالم بطاقه ذكيه طلع الكشف او طلع بحيث او طلع كل شيء وين كان 8000 مواطن قاطع الراتب محافظه الديوانيه نرجو من المسؤولين ومن الاحزاب
نرجم للمرجعيه، نرجم للمرجعيه توقف ويا هالفقره، طالب بحق هالفقره، ناس مظلومه، ناس مظلومه. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. اخي والله العظيم، والله العظيم 5000 اسم شالوهم من عندنا وحطوا 5000 اسم من الاحزاب، زين احزابهم اللي هم منتمين لها، زين شوف يا حزب منتمي للعصاب وغيرها، زين ليش هيك؟ الله يرضى هاي العوائل كل عاش الله وعلى هالراتب، زين يا هل بيهم يشتغلوا حصلوا 10000 اليوم، بس الديوانيه هيك ليش هيك؟ الله ما يرضاها، حرام عليهم. ليش هاي العلم هاي الشياب وهاي عشان قاعد بغرفه تجاوز، الله ما يرضاها. ما يصير ما يصير ناس شياب ويانا، عم ناس شياب، احنا 5000 قاطعين، لا عندنا اللي معوقين وما عندنا لا رواتب وكل شيء ما عندنا، وناس فقراء، ناس تعبانين والله تعبانين. وروح بيك هسا يتحجج هذا مدير الرعايه يقول يتحجج المظاهرين ما يخلونا نطبل. ها عمي بس محافظه الديوانيه فقط، ايه بس محافظه الديوانيه فقط. عم ناس ما عتيه قاعده بالاجارات بالتجاوزات، والله كل شيء ما نمليك، لا عندنا رواتب، لا عندنا هاي مخلفات اشياء السودان السواها، العده مروحه لا يطير راتب، العده سياره لا يطير راتب، العده ستوته لا يطير راتب. عم جايبينها من بهاتهم هم، كل هاي الفلوس يودوها لايران، كل يودوها لايران عم هاي الفلوس. ليش عم احنا ايش عندنا؟ ما تقول ايش عندنا؟ ناس تعبانين وقاعدين هنا، وثلاث ارباع ناس فقر فقر فقر، كل شيء ما عتيه. عم هاي الاحزاب تلفتنا تلاف ما خلت علينا، مليانة عم جزعنا نشريد. اولا احنا لولا اهل الرعايه الاجتماعيه انقطعت رواتبنا بسبب اسمائنا سيارات او ما باسم سيارات قديمه اللي بايعها صار له 10 سنين وما مداورها، ما تسوى مداورها سعرها 10 اوراق، وراعيها ما موجود. ناس اكو الله وكيلكم فقره وما عندها وعايش على الرعايه الاجتماعيه، وهن كلهم 345000 دينار كل شهرين. احنا اول وحده اكو قانون يشملنا ما شملونا به، قانون 11/2014 لعام 2014، هذا زياده لشبكه الحمايه الاجتماعيه. هذا القانون ما شملنا به. اثنين هسه احنا قطعوا رواتبنا وصار لنا 4 اشهر راجع، واللي بهذا الشهر كل شهر يقطعون 2000 من 6000 لحد الان صار 6000 اللي قطعوهم. احنا نطالب باطلاق رواتبنا لان هاي الناس كلها الله وكلكم فقره وما عندها ومساكين وعايشه على الله والاذن 345. وعلى كلامه وعلى حسب كلام اثنين المدير جايت ما طلبنا، صار لنا 4 اشهر نروح ونرجع لي يوم اطيح لكم باحث اجتماعي، يوم ما ادري شلون، ويوميه يسوي لنا سالفه جديده، ويوميه قانون جديد، ويوميه راي جديد، دائره وشارد وسادج دائره وشارد. احنا نطالب اولا باقاله مدير الرعايه الاجتماعيه مال الديوانيه، فرع الديوانيه نطالب باقالته. هذا الشخص اولا ما يلبي كل المطالب، فاشل فاشل. واحزاب احزاب من رصدكم اخوان. احنا اول وحده اكو اسماء سجلت بالمكاتب، مكاتب مال الاحزاب ورفعت مشاننا. الوزير ينتمي لجهه سياسيه، مدير الفرع ينتمي لجهه سياسيه، واحنا ضايعين، احنا ضايعين، احنا ناس فقره، احنا ما ناجدين على واحد. اسمع، احنا ما ناجدين على واحد، احنا ما ناجدين على واحد، احنا نريد حقوقنا، نريد حقوقنا. احنا ما جايين اول وحده يطلقوا رواتبنا ولا ما طلقوا رواتبنا، الله شاهد شهاده، نحرجها كلها، نحرجها وعن روحه بالاحزاب. احنا اليوم نستمر بالقطع لحين ما نفضل مطالبنا، لحين ما نفضل مطالبنا، لحين ما يطلقون رواتبنا، يطلقون رواتبنا، يطلقون رواتبنا، نمشي منها، ما يطلقون ما حد يمشي منها. عم ناس فقره، كفيلك العباس، انا عندي سياره بايعها صار لها سنتين، سعرها 10 اوراق، والبايعها علي ما يفعل يداور. ما يفعل يداور، ورحت دفعت الفلوس من جيبه وداورت وجبت كتاب للمرور ورفعوه للعامه، وماكو فايده، ماكو فايده، ماكو فايده. شكرا جزيلا. يوم 20 بشهر الطالب رحت في المكتب الطالب المرفوض، هاي الورقه، هاي ورقه. يوم 20 رحت لابو المكتب قال راتبك مرفوض، احنا وين نروح؟ احنا وين نروح؟ هنا هذا عايشين عندي وكفيك الله حتى كل شيء ما عنده، عايش عندنا 140 الف عايش عندنا، وهاي الظاهر هذول يعني، واذا ما يكون حل نحرق عليهم الدائره مالتهم. مظاهر سلميه. ها؟ مظاهر سلميه احنا نريد، ونريد اذا تنطلق الرواتب مالتنا. اليوم قطع الشارع اليوم. يا اخوان احنا وين نروح؟ احنا وين نروح؟ عايشين عندنا. اطلاق الشارع. تطرقون للشارع والرواتب اليوم.
وهاي مظاهرات ضاك كمية اليوم ضاك كمية لحد الببات. احنا اصحاب عوائل اصحاب عوائل، اول الله يقول قطع الاعناق ونقل الارزاق، تمام تمام. هذا الرزق هذا يعني ما حد يعني هذا يعني شيء ما حد يقبل، ما يقبل القسم على اثنين. ثانيه باسمي باسم اخواننا هذا المتظاهر كافه سيارات قديمة. مصلحه كافه، احنا عندنا سيارات قديمه اوبلات، الاوبل هسه 10 اوراق ما تجيب، يقطعوا راتبي زين. انت قطعت راتبي، وفر لي وفر لي فرصه عمل ثانيه. انت قطعت راتبي وصلني في عمل ثانيه ثانيه، وبعد يقطع راتبك ورا 4 5 داعي يقول لك والله لحد الان الكتاب ما اجى من بغداد زين. ليش ليش بالذات محافظه الديوانيه؟ ليش بالذات محافظه الديوانيه؟ هاي باقي المحافظات الاخرى ليش ما قطعوا رواتبها؟ اذا الصوت والسبب يرجع للمدير. احنا الناشد من خلال هذا المبرمر، الناشد جميع واحد شريف يسمع صوتنا، ولكن الم تناشد لا حياة لم تنادي، ناشد جميع واحد شريف يسمع صوتنا، يسمع صوتنا. اطلاق رواتبنا، اطلاق رواتبنا. لا يقولوا الحكومة جديدة، هاي الحكومة الجديدة هاي حكومة تسويف، يضحكون على الذقون كفى، يكذبون على الناس. اليوم باشر عقبة، اليوم باشر عقبة يراهنون على الوقت، يراهنون على الوقت. لا احنا نقول لهم لا ما يرون على الوقت مهما طال الامر. واحنا مظاهرة السلميه تبقى وتروح سلميه اذا ما طلقوا رواتبنا اليوم، ان احنا تصعيد اخر او نرصب لنا صنادق او نرصق باب الدائره او جميع دائره، واذا ما فتحوا نروح لدائره المرور. دائره المرور هي هم مشتركه بالجريمه، دائره المرور هي مشتركه بالجريمه، ما مشتركين ما مشتركين بالجريمه. خلي يجي مدير اعلامي يبرمت هنا هسه، هنا هسه يجينا يقول والله هذا سبب مو من عندنا، ما عنده سياره، هم عندهم ما عندهم سياره، واحنا نشترك وصل صوتنا بالذمه. سيارات على حالك دارات ماشيين شنو ظلم هذا العقاب الفقير على مود على مود 300,000 في الشهر؟ والله عيب عليهم، والله عيب عليهم، عيب عليهم والله العظيم. هم قالوا احنا بحالي حال احنا يقطعون، هم قالوا ما يزودون يقطعون لنا 5,000 دينار يوميا، حصلنا يوميا 10,000 دين. صاحب الحوائط صاحب كل اصحاب قاعده باجارات وقاعده مطلع عمل ماكو، المفروض المفروض قاعد يمرون بازمه، جاي من مكان ما يسكتون العالم. عمي جميع اللي يجي يسمع اسمع عندهم الكبار الكبار الكاميرا هنا ويحكي بس الله نطخ نروح وياه والله هنا ما نخاف ما نخاف بس من بس ابن الله يجي كبار الكاميرا انتم الناس الكبار. اجتماعية يطلق رواتب خلال 24 ساعة، قالوا تقارير جبنا التقارير، مدير الرعاية هن كلين 150 عليها الراتب، عليها السيارة مليون ومليون وعليها نجار وعليها الكتار وعليها كل شيء. عمان مريض عندي جلطة وذبحة صدرية وقدة سامة وعليها هذا اللي 150 ليش يقطع يعني كل وشهرين شنو ذنب من احنا شهرين؟ اريدهم يطبقوا رواتبنا خلال 24 ساعة، خلال اليوم يطبقوا رواتبنا. ما عنده الوادي. علاج ما عنده، شاهد الله فلوس علاج ما عنده أجيبه. لا شنو اللي بيقطعوني؟ تعبانه ناس الله وكيلك حصل عليها دينار، والله ينتقم منهم دول المجرمين، يدورون ورا المعوق ورا المكسر ولا تعبان ورا العمل. اللي احنا نشتغل خدمهم تشتغل جيب لك ما يجيب لك شيء الله وكيلك تشتغل لهم. هي سووها من 2014 420 شهر وهم ما كلام. وين الفقير يدورون وراه؟ وين؟